السلام عليكم. اليوم وصلت درجة الحرارة في محافظة ديالى نصف درجة الغليان، بس بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم الناس حرارتها أكثر. ليش؟ لأن قطعوا الكهرباء عليهم دائرة الكهرباء بحجة التجاوز، رغم أنه هاي المساكن التوزيع الجديد اللي وزعوه إلى مكافحة الإرهاب في التحرير هو توزيع طاب وملك صرف من الدولة، لحد الآن ما وصلوا لهم الكهرباء المحولات. بحسب ما قالوا لنا الناس هنا أنه الكهرباء هم اللي سمحوا لهم يعبرون الوايرات للجهة الثانية حجة أنه لحد ما يجيبوا لهم محولات، وهم ماخذين موافقة وكلهم يدفعون جباية الكهرباء. اليوم تم قطع هذا التيار الكهربائي عن أكثر من 80 بيت، ويطلبون من عندهم أنه يشدون مقاييس حتى يرجعوا لهم التيار الكهربائي. نعرف كل زين احنا المعاملة تطول لها ما يقارب من 15 إلى 20 يوم حتى يتم إنجازها. خلال هذه الفترة الناس شلون راح تقدر تعيش بدون كهرباء، بالإضافة لأنه جميع الوائرات اللي تم قطعها تم مصادرتها من قبل دائرة الكهرباء. المطالبة هنا من الأهالي أنه يسمحوا لهم بإعادة التيار لحين إنجاز المعاملات، ويعطوهم مهلة شهر حتى يكملون الميزانيات، وبعدها أنه تجي الدولة وتقطع التيار في حال أنه ما شدوا المقاييس. هاي المناشدة حبوا الأهالي هنا يوصلوها، وأتمنى ويتمنون من الدوائر المعنية الاستجابة.